مشاهدينا في كل مكان صباح الخير، بنصب عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والامل لكل مشاهدينا. ودائما نؤكد ان بالعمل وبالعمل فقط نصل الى ما نصب اليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعه لهذا الوطن. مجموعه من الفقرات المتنوعه نلتقي معكم من خلالها اليوم. العادات التراثيه في مصر دائما لها جذور وجذور تاريخيه كبيره جدا ولها بعد. يمكن شهر رمضان والاحتفال بشهر رمضان بيكون مرتبط بالعادات والتقاليد الاسلاميه، ولكن قد يكون لهذه العادات والتقاليد عند المصريين المرتبطة بشكل رمضان ممكن يكون لها جذور أيضا في الحضارة المصرية القديمة. معنا على الهاتف للإجابة على هذا التساؤل الهام دكتور أحمد عامر الخبير الأثري. دكتور أحمد صباح الخير. يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين على برنامج بنصب عليك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم وألف خير يا رب. في احتفالنا بشهر رمضان الكريم، هو احتفال اسلامي، العالم الاسلامي كله بيحتفل بشهر رمضان الكريم، احنا في مصر لينا احتفال خاص ممكن يكون ليه بعد وتواصل مع الحضاره المصريه القديمه ولا لا هو مرتبط بالدول الاسلاميه اللي تعاقبت على مصر؟ يعني هو مبدئيا مصر دايما بتسبق يعني بلاد كثيره جدا وحضارات كثيره طول عمرها، سواء من الحضاره المصريه القديمه او الحضارات الاسلاميه، على اعتبار ان مصر يعني ذو اهميه كبيره جدا من ايام عهد المصريين القدماء، وطبعا ربنا حباها بصفات كتيره جدا وميزها لذكرها في القران، وكمان اشتغلت كمان برحله العيله المقدسه بزياره السيد المسيح. وعندنا طبعا لو هنتكلم عن رمضان، مصر احتفالات رمضان مختلفه عن اي مكان طبعا على مستوى العالم، يعني لو شفنا جميع الدول العربيه والاسلاميه مش هتلاقي اللي بيحصل في مصر زي ما بيحصل في الدول ديت، واشهرها طبعا على الاطلاق يعني لو هنتكلم هو يعني شارع المعز، يمكن ده انا بعتبره متحف اثار اسلاميه مفتوح، وطبعا هو مدرج على قائمه التراث العالمي، ومعظم الاحتفالات بتتم في شارع المعز بالتحديد وخل الخليلي والحسين وهذه المنطقه الشهيره جدا والخياميه عشان طبعا حاجات رمضان، وعندنا تحت الربع المكان اللي تصلح فيه اللي بتصنع فيه فوانيس رمضان، وده من اشهر الاماكن. لكن احنا عندنا حاجتين مميزتين بالتحديد تضرب بجذور الحضاره المصريه القديمه، هو الاغنيه طبعا الشهيره بتاعت وحو يا وحو دي طبعا اصلها اصلا حضاره مصريه قديمه بالتحديد، لذلك واحنا بنتكلم بنقول ان هي يعني وجدنا ذلك في بعض الاحتفالات الشعبيه يعني في مصر، زي طبعا حاجات مرتبطه بينا زي شم النسيم وبعض اسماء المدن اللي تم تعريفها فيما بعد، وبعض كمان انواع الطعام والخضروات اللي كانت موجوده، لكن هنلاقي ان الحضاره المصريه القديمه ممتده بينا حتى الان، ومحدش يقدر يغفل هذا الدور بالتحديد. واشهر حاجه طبعا بالنسبه لرمضان اغنيه وحو يا وحو، لانها اصلا يعني فرعونيه الاصل وتحمل طبعا صفات اغنيه شعبيه، لانها يعني التاريخ بتاعها بيرجع بالتحديد لاكثر من 6000 عام بالتحديد تقريبا، لذلك هنلاقي الاغنيه النادره مثلا ترددت طوال التاريخ المصري حتى يومنا هذا. يعني وحوي يا وحوي ليها معنى باللغه ايه دلوقتي؟ معناها ايه؟ اه يا فندم، هي بص يا فندم، هي اصلا في بالنسبه هي يعني حضرتك الكلام باللغه الهيروغليفيه واللغه القبطيه والهيراتيكيه والديموتيكيه وكلام من ده، هنلاقي ان النص الاصلي نفسه للاغنيه بيقول لك هو يعني قحوي وحوي يح، ومعناها طبعا باللغه العربيه حاليا اللي هي اشرقت اشرقت يا قمر، وتكرار هذه الجمله بالتحديد بتعني التعجب، ويمكن حتى ترجمتها ايضا اللي هي معناها ما اجملك يعني 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 ما اجمل قرفتك يا قمر. وكان هناك طبعا في طيبه السيده العظيمه اياح حطب زوجة الملك تاع الثاني، ودي طبعا اللي كانت بتحرضه على ان يقوم يعني برفع رايه العصيان في وجه الغزاة الاكسوس في تلك الفترات ويستعيد المجد، ولذلك حتى يعني بمعنى اصح هذا طبعا يعني هذا الجمله بالتحديد دي طبعا تقدير للتضحيات والدور البطولي اللي هي للملكه اللي هي كلمه اياحه في تلك الفترات. عشان كده واحنا بنقول المصريين نفسهم لما خرجوا كانوا حاملين المشاعل والمصابيح وهم بيحملوا يعني بيحتفون لها، بيقول لك يعني وحوي اياحه اي مرحبا يا قمر او اهلا يا قمر، وهكذا طبعا اصبحت وحوي يا وحي اياحه او اهلا يا قمر. طب ايه العاده الثانيه المستنبطه بقى من الحضاره المصريه؟ يعني الحاجه الثانيه طبعا الشهيره جدا هو فانوس رمضان، على اعتبار ان فانوس رمضان ده من العلامه المميزه، لكن ايام المصريين القدماء ما كانش اسمه فانوس رمضان، هو كان في الحضاره المصريه القديمه كانت عباره عن مشاعل ومسارج، وده عباره عن الكلوب او اللي او نقدر نقول مثلا المصباح اللي بيتم وضع فيه قنديل او شعله بغرض الاضاءه، وبعد كده تطورت فيما بعد اللي هي اصبحت اللي هي الفيناس، وده كان يطلق عليه الحاجه طبعا اللي او بمعنى اصح اللي هو الفانوس اللي طبعا الناس بتخرج بيه ايام الاقباط بالتحديد لما هم لان
ان هم كمان كانوا بيطلعوا للاديره عشان طبعا بالليل، دي طبعا من الحاجات اللي هي الهامه جدا اللي هي متوارثه. بشكرك جدا على هذه المداخله الهامه دكتور احمد عامر الخبير الاثري. اصرف في عيون الغرب وفي عيون كل من يحبون ان ياتوا لقضاء اوقات رائعه وسياحه في كل المقاصد السياحيه المصريه. ايطاليا تعتبر واحده من الدول الغربيه القريبه من مصر اللي بتصدر ليها عدد كبير جدا من السائحين المحبين للحضاره المصريه القديمة والمحبين للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، ويأتوها يمكن طوال العام من أجل الاستمتاع بها. معنا على الهاتف دكتورة جيهان دياب أستاذ اللغة الإيطالية بجامعة حلوان. دكتورة جيهان صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير أستاذ هاني، صباح الخير المتابعين والمشاهدين المصريين في كل مصر، وصباح سعيد إن شاء الله عليكم جميعا. الصحافة الإيطالية عندما تتحدث عن المقاصد السياحية المصرية، طبعا معروف أن السياحة الإيطالية سياحة يمكن من زمان، وهي والإيطاليين حريصين على القدوم لمصر والاستمتاع بمقاصدها. عندما تتكلم الصحافة عن مصر تتكلم كيف يكون هذا الحديث؟ يعني هو أولا أنا أحب أنوه عن العلاقة ما بين مصر وإيطاليا، هي علاقة قديمة جدا، يعني هي علاقة قديمة بدأت يعني منذ قبل التاريخ، في مثلا 30 قبل الميلاد عندما أصبحت مصر ولاية رومانية بعد أواخر عصر البطالمة والملكة طبعا كليوباترا وعلاقتها بمارك أنطونيو، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر ولاية رومانية تصدر لإيطاليا جميع المواد الغذائية والقمح وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك نجد أن مصر على مر التاريخ لها علاقات تاريخية وأواصر عريقة وعظيمة، أو يعني أكدها وتعامل على ذلك قربها من البحر المتوسط. فكيف لنا الآن أن نتوقع ما هي صورة مصر في الصحافة الإيطالية؟ يعني يحضرني الآن أن مثلا نجد في المناهج الإيطالية تدرس الحضارة المصرية القديمة، يعني مثلا في الأولاد الذين يدرسون التاريخ تبدأ دراسة التاريخ بدراسة الحضارة المصرية القديمة، ولا تجد هناك من الأطفال من لا يعرف مصر والأهرامات، بل إن أصلا يعني من أهم الحضارات التي تدرس بالإضافة إلى الحضارة الرومانية والحضارة الإيطالية. طب دكتورة جيهان بالنسبة للسائح الإيطالي عندما يأتي إلى مصر بتستهويه أكتر السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار المصرية، ولا المقاصد اللي هي الشاطئية والاستمتاع مثلا زي شرم والغردقة ومرسى علم؟ تمام. لا هو طبعا السائح الإيطالي عندما يأتي إلى مصر له وجهات متعددة، له وجهات متعددة وله برنامج خاص يتبعه، ويمكن أن مثلا يظل في تجهيزه أكثر من عام. فدور دور الصحافة بالضبط بالضبط كده في توطيد هذه الفكره، انهم مثلا اوكي ليس من المجدي قراءه الصحافه لمعرفه التاريخ ومعرفه الحضاره المصريه القديمه ومعرفه ما يود السائح ان يراه، ولكن ان اعداد الرحلات هي تبدا منذ الصغر، فمثلا تجد ان الاطفال ياتون مع عائلتهم. تحدث عن مصر عظيم وعريق، ونجد ايضا انه في تورينو مثلا على سبيل المثال، نعطي هذا المثال، نجد في تورينو في المتحف المصري القديم الذي يحتوي على قرابة 30,000 قطعة مثلا، فهو تمثيل لمصر، ولكن السائحون حريصون أن يأتوا ويذهبوا على سبيل المثال كما سبق يعني سلفت الذكر، يعني هم بيستمتعوا بكل أنواع السياحات الموجودة في مصر وعلى رأسها السياحة الثقافية. بشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور جيهان دياب أستاذ اللغة الإيطالية بجامعة حلوان. جات فرصة العمل بتكون هي الشغل الشاغل لكل الشباب في مرحلة بدايات الحياة، خاصة بعد التخرج أو في المراحل اللي بيكون الشاب بيحاول أنه يكون نفسه أو يعمل مشروع صغير أو يفكر أنه يبتدي حياته من خلال هذا العمل. عن هذا الموضوع وكيفية إيجاد فرص عمل للشباب ومساعدتهم في هذا الموضوع معنا
على الهاتف الأستاذة مها مجدي، مساعد رئيس لجنة التدريب الفني وتوظيف الشباب. أستاذة مها أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وحضرتك بصحة وسلامة. يعني أنتم من خلال عملكم التطوعي ده مسين جانب مهم جدا، وموضوع هو أهمية مساعد الشاب في إيجاد فرصة عمل. بتبرزوا لهم إيه الدور اللي أنتم بتقوموا بيه بالظبط علشان تخلوا الشاب قادر على إيجاد فرصة العمل اللي تناسبه؟ والله يا فندم، هو الأول الحوار كان مجهود شخصي، وبعد كده احنا يعني انتمينا للمؤسسة، فاحنا بيبقى لينا صلة بقى دلوقتي، لان احنا تعرفنا الاتش ار وكده بتاع الشركات بيكلمونا، وكمان برضو في مجهود شخصي احنا بنعمله، يعني بندخل على المواقع وبنجمع الوظائف وبننزلها، وفعلا الشباب بتشتغل يعني الحمد لله. يعني انتوا بتاخدوا السيفيهات الشباب بيجولكم، وبعدين الاتش ار بتوع المؤسسات بتتعاون معاكم، وانتوا بتحاولوا توفقوا بين الجانبين. يا فندم. طيب بالنسبة للشباب ازاي بيوصل لكم؟ بيبقى عن طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق ايه؟ والله يا فندم، هو الاول انا عملت يعني قناة، كان مجهود شخصي خاصة بيا انا يعني، فكنت بنزل على التليجرام وكده، كنت بنزل عليها الوظائف، فبعد كده لما انا انتميت للمؤسسة بقت طبعا القناة دي باسم المؤسسة، فاحنا برضو بننزل عليها، فهو ده اللي الشاب بيدخل عليه يعني، وبيعمل سيرش وبيشوف الوظيفة المناسبة ليه بس وبيقدم فيها يعني. الشباب دول لازم يبقوا متخرجين من كليات ومعاهد كبيره ولا كل الفئات متاح ليها يعني؟ لا، انا عن نفسي انا بوفر كل الفئات يعني، هو القناه بتخدم على يعني كل المؤهلات وبدون مؤهل كمان يعني. للجنسين طبعا. طبعا. بيبقى داخل وخارج مصر ولا داخل مصر فقط؟ والله يا فندم انا بهتم اكتر ان هو يكون داخل مصر، لاني خارج مصر ده تبقى نتطرق لحته تانية، لاني انا ده العمل خدمي تطوعي لوجه الله، فطبعا خارج مصر هتبقى داخل فيها حاجات تانية بقى، ويعني مكاتب وكده، فانا ما بدخلش نفسي في القصه دي. اشكرك جدا على هذه المداخله استاذه مها مجدي، مساعد رئيس لجنه التدريب الفني وتوظيف الشباب. مشاهده وفاه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ اللي بتوافق ذكرى وفاه 30 مارس من عام 1977، واللي أثرى الساحة الفنية والغنائية بالعديد من الأعمال الخالدة على مر الأيام، واللي تورثتها الأجيال. يمكن كثير جدا من الشعوب العربية بتتغنى بما تغنى به العندليب الأسمر خلال عمله الفني، وأيضا قدم العديد من الأعمال السينمائية أيضا الخالدة، والتي تعتبر علامات في تاريخ السينما العربية. أخبرنا معكم اليوم من جريدة الأهرام. وزير الأوقاف: نشهد نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل في عهد الرئيس السيسي. خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة أمس الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة. تلك النهضة غير عمارة بيوت الله عز وجل إنشاء وتطويرا، سائلا الله عز وجل أن يوفقه لكل ما يحب ويرضاه، وأن يجازيه عن ذلك خير الجزاء. من جريدة الأخبار: وزير التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان احتفالية رمضانية بجامعة حلوان. أخبار مصر: وزير العمل: تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ضمن أولويات الجمهورية الجديدة. اليوم السابع: وزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة انت أقوى من المخدرات لرفع الوعي بخطورة الإدمان. من جريدة الأهرام: وزيرة التضامن تبحث مع المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة تطوير منظومة الكفالة. وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات، أبرز خصومات دور النشر في معرض فيصل الرمضاني. من جريدة الأهرام: فحص 6,264,000 طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف فقدان السمع. من جريدة الوطن: تعاونيات الإسكان تطرح شقق بالتقسيط في المدن الجديدة. من اليوم السابع: مصر من أفضل 3 وجهات سياحية لزيارتها في الأجازات خلال 2024. وأخيرا من أخبار الطقس معنا اليوم: طقس السبت: أجواء مائلة للحرارة وشبورة كثيفة صباحا، والقاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 16، الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، مطروح العظمى 23 والصغرى
15. مشاهدينا بكده بنصل للقاء الضوء على اهم اخبارنا معكم اليوم.